السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، حياك الله، الله يبارك فيك ان شاء الله. عمي مختار، عندي المشكل تاعي ان السيارة هذه الاوبل استرا انسينوب، احنا اول اتهام كان فيها هو لي بوجي شوفاج، حصنا لي بوجي شوفاج كانوا لاباس، تبعنا السيركوي تاع المازوت كذلك لاباس، السكانر خرجي لي بروبليم هو تاع هذه القطعه تاع لي بوجي شوفاج. لكن لما وصلنا احنا لي بوجي شوفاج وصلنا بالسلك مباشره للباتري ودرنا عمليه تشغيل، نفس الشيء، ما كانش اسمه ما تنوضش السيارة، مع العلم أن السيارة هذه راهي ماشية 555 ألف، والموتور جامي تعود، يعني الموتور هو بدا ينقص الزيت قليلا لكن بدا، ما عرفت من ممكن لي بوجي شوفاج نبدلوهم أصلا، لكن راهم يريبونديو في الـ في الـ في الـ في الباتري، ما عرفت لي بوجي شوفاج، ما عرفت اسكو هذه مع لا ميموار، ممكن لا ميموار ما راهيش تقراهم، او ممكن عندي مشكل في الموديل تاع الخلف اللي يجي خلف علبة السرعة تاع السيارة، الموديل تاع المازوت في سكالا ما خرجليش، ما عندي اوكي بروبليم في سكالا. راح نعطيك مثال ان عندي مختار، الان السيارة راهي سخونة ماشي فيها، وديجا لي كبيرة وطالع قدام عليك، بسم الله. أي شيء سيارة ناضت لك بعد ساعة، بعد ساعة يعني الموتور دافي، مشكل أنه الغريب في الأمر أن الموتور يعني البوجي شوفاج، لو كان بوجي شوفاج الموتور يكون دافي يعني مش بارد، بعد الإطفاء من ساعة أو 45 دقيقة. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده مشكلة متاع الديماراج او تشغيل المحرك وهو ساخن، رغم اللي موريناش الطريقة كيفاش يشتغل هو كيفاش يشتغل، ما يشتغلش هو ساخن، يعني ديما يحكولي على المواضيع هذه ويحكي وكا هو ما يوريكش المشكل وين بالضبط، يعني مش على الاقل يعرفك، ممكن يكون عندك مشكلة في الديماراج نعرفها انا، ممكن يكون عندك مشكلة في دوران المحرك نعرفها انا، يمكن الموتور يدور فارغ نعرفها انا، الموتور يدور مليان نعرفها، يعني الحاجات هذه ما عرفش، يعني هو يقول لك يحكي لك وكا هو، انت يعني انت خمم وحدك ودبر راسك وعمل يظهر لك. عموما المشكله هو عنده المحرك ما يخدمش، كي يسخن ما عادش يخدم الا ما يبرد. توا مش نحب نعمل معاك طريقه ونحبك تتبعني بالضبط، لان يعني هذه الطريقه هذه استعملتها أنا قبل وجابت نتيجة، معك أنت إن شاء الله تجيب نتيجة، لأن المحرك متاعك ماشي برشا، 500 ألف، ماشي نص مليون، ثم ماشي برشا يعني كيلومترات. توا باش نفهمك كيف تعمل، المحرك هذايا توا مشكلته وقت يسخن البسبورات يقعدوا محلولين، يقعدوا يعني شادين الزيت، كومبرسيون تاع الزيت يقعد شادين في البسبورات. علاش هو ليله كامله وقت يبرد ولا مكان يبرد يخرج الزيت من البسبورات يعاود يرجع للكارتير، يعاود يرجع للخزان، يخرج من البسبورات يعاود يرجع للخزان. علاش تخدم هي بارده وما تخدمش هي سخونه؟ لان هي وقت هي بارده لي بسوار هذوما الزيت نتاعهم فرغ الزيت منهم ورجع للكارتير، فك الوقت اللي خلاتها هي اللي خلاها هو يعني واقفة وهي تبرد، سواء في الليل سواء في النهار سواء كذا، يشوا يولوا السيبابات هذوما يرجعوا يسكروا مكانهم، هذوما يرجعوا في مكانهم ويسكروا كما وهم باردين، خاطر مفتوحين يقعدوا في السخونة يقعد الزيت محصور في البوسوار هذوما، البوسوار هذوما يقعد محصور فيهم الزيت هذوما البوسوار هذوما،
كي يقعد في محصول الزيت يقعدوا حلين السباب، السباب تقعد محلوله. كيما واحد حشاكم يجي يعطس يبص، فهمتني؟ يعني ما خاطر السباب ما تشدش عنده من او حاجه او تخسر او حاجه، هكاك نفس الشيء السباب تقعد مفتوحه، وقت يطلع لها الكومبريسيون تاع البيستون يلقاها مفتوحه يخرج لها طول، تقعد تدور في الفراغ في الفراغ. ولهذا هو شنو العمليه، الزيت ماهوش قاعد يراجع الارتير بسرعه، يا اما هما فيهم اوساخ ولا الزيت نتاعها ثقيل. وهذا ناتج شنو، ناتج عن يعني خراب في الـ في الـ في الهضمه في البوسوارات. فاش خراب؟ يا اما هما ميتين يا اما قاعدين شادين اوساخ، فما نوعينهم، فما نوع هذا ونوع هذا، يا اما شادين اوساخ يا اما الزيت اللي يستعمل فيه السيد ثقيل او عمره ما عمل رنساج للمحرك. فتوا انا باش نقول لك، تو انا باش نعمل، تو باش نقول لك اعمل رنساج، رنساج نتاع المحرك اللي هو من جهه الزيت. تاخذ الماده هذه اللي هي كان تلقاها عندكم يعني يسموها باردال، هذه كان تلقاها عندكم موجوده مكتوب عليها بوسوار هيدروليك، ريتها مكتوب عليها بوسوار هيدروليك، باردال بوسوار هيدروليك، هذه هي تنظف البوسوار هذوما، ما تخلي يعني ما تخليش الاوساخ في وسطهم، يعني هما البوسوارات هذوما. اذا كان ما فهمش الماده هذه اللي هي باردال، واكيد تلقاها يعني في، تاخذ اي ماده تشبه لها، المهم تكون تاع بوسوار هيدروليك. ما فيش تاع بوسوار هيدروليك، خذ رنساج موتور، رنساج اللي تجي هذه، لان باش تنظف بعد ما تنظف هذيك وتقرا النوتيس اللي عليها، المعلومات اللي عليها كيفاش تستعملها، وتنظف الموتور مليح، تصب زيت اللي هو 0.40، 0.40 غالي شويه هو لمحل، لكن باش يدخل فك الثقوب اللي هي والشقوق اللي هي ما تخليهاش الزيت قبل بالضبط. العمليه هذه يمكن تربحك موتور وتقدر تخدم، وممكن تخسرهم زيد، لان هذه العمليه، لان المحرك نتاعك كبير في العمر، والامور هذه كلها يعني كان احياء يعني بعض الحاجات الميته هذه. ولهذا لازمك تتبع الطريقه هذه. وتونسي نحط لك انا شويه من فيديو عامر انساج على اوبال بنزينة اوبال ايسونس، جبت فايده معها، كانت يعني فيها شويه كفشل واحد، جبت فايده معها. ولهذا انت تبع العمليه هذه، وماذا بيك صور لي كل شيء باش نفهموا العمليه كيف صارت معك. لان هنا شوفوا هنا مثلا ينظفك السقمون هذوما، السقمون ينظفهم، ينظف التي هذوما اللي قيد نتاع سوباب ينظفهم، ينظف البوسوارات، ينظف كل شيء هذاك. وفي نفس الوقت زيد صب لها هكا تريت مون غازوال في الريزرفوار، صب لها واحده تريت مون غازوال في الريزرفوار هكاكا، وامشي بها وخبرنا ان شاء الله. يمكن ما تتحسنش من اليوم الاول او ثاني يوم، لكن يمكن تحسن لك من اسبوع تحسن. واذا كان بقت على ما حالها عاود صور لي الموتور هو يعني كيفاش يديماري وهو فاشل، باش نشوف يمكن فما حاجه اخرى. ان شاء الله تنفعكم حالك منك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه باش نعملوا لها فيدونج موتور او تغيير زيت المحرك، اما في نفس الوقت باش نعملوا رنساج، اي نعملوا تنظيف للمحرك من داخل. نحب ان ننبه الاخوه اللي يسالوا فيا، يقول لي ننظف المحرك من داخل بالزيت بالغاز ولا بالمازوت ولا بالديزل، يعني اي ماده اخرى، راني انا ما نوافقش على الشيء هذا. فما مواد حاضره لتنظيف المحركات موجوده تتباع، هذيك تنجم تصبها وتنظف بها المحرك. اما باش نظفها بالمازوت ولا غيره، فما باراويلات او جوان سبي يسموه، او باراويل او كاوتشوات في وسط المحرك من داخل، تتاكل من المازوت تتاكل. ولهذا ما تستعملوش الا المواد اللي المصنع يسمح بها، مثل الحالات هذه. تو هذه باش نصبوا لها الماده هذه اللي هي تعمل تنظيفه للمحرك، هذه قبل هذه نصبوها، شفتوه كما كانه غاز، شفتوه كانه غاز، يعني يتخلط مع الزيت الموجود، الزيت القديم هذا اللي قبل ما نعملوا فيدونج، الزيت القديم نصبوه معاه يعمل تنظيفه كامله للمحرك، نخلوه يخدم ربع ساعه ونفرغوه ونغيروا الزيت والفلتر. وفما ماده اخرى نصبوها بعد ما نغيروا الزيت. شغل المحرك توا، خلوه ماين ربع ساعه،
بالماده هذيك. توا هذيك الماده هذيك حتى ولو كانت غاز، يعني حتى كان باش يخشونها غاز او ديزل معها مازوت، اما هي مش مغشوشه، هي ماده خاصه بالشيء هذا. تقعد تخدم في وسط المحرك ربع ساعه، تنظف المحرك من داخل كله، وبعدها ترميه تورش. توا باش نسكروا على الزيت من اللوطه، ونصبوا الزيت نتاعنا، ونصبوا الماده اللي هي بعد الرنساج. يعني وعندنا احنا زوز انواع من المواد، فما قبل وبعد، يعني قبل وبعد الوحده. يعني هذه يعني تعمل تنظيفه للمحرك من داخل، تنظفه كلها، ترد نظيف كما تشوفوه كلهم، يعني خاطر تنزل الماده، يعني تعمل رنساج من داخل، تعمل تنظيفه كامله للمحرك. وهذه باش تزيد تحمي المحرك من داخل، وممكن يعني تكون سبب في يعني نقص ماكلة الزيت، ممكن يعني مش اكيد، لكن يعني ممكن تنجم تكون تعاون. تو بنصبوها هي الاولى، لو صبيناها وشفتوها كانها غاز، وهذه تولي كانها زيت عسل، كان عسل شفتوها. كان عسل شفتوها. هذه تحمي المحرك من داخل حسب ما هم يعني مجربناها احنا قبل في بعض السيارات، يعني الحق باهية ممتازة، يعني ما في عندهاش حتى إشكالية. أما ما جربناهاش توا في حكاية ماكلة الزيت، مازلنا ما جربناهاش. إن شاء الله تواتي سيارة فيها يكون نقص زيت نجربوها فيها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.